فيستيفال، مؤتمر الاقتصاد بتاع السيسي، ونتمنى نكون بلدنا تكون قويه جدا واقتصاديه. يعني انا معايا 6 اولاد، فكنت جوزي ظروف على قده، فاتجهت للكارد بتاع رئيس السيسي وجبت اللي هو بتاع اللي هو الكارد حسن، وعملت مشروع اللي هو مكنه خياطه، جبت مكنه خياطه وشغال عليه، بس الحمد لله المشروع ماشي كويس الحمد لله. النهارده بنحتفل بيوم جميل، يوم عظيم، بنتعلم فيه من سياده الرئيس ازاي حضرتك علمتنا ان الفئات اللي تبقى معدومه تبقى فئات منتجه، ووديك حضرتك شايف سيدات ريف مصر دول الفئات اللي منهم دلوقتي سيدات بقت سيدات اعمال، مشاريعهم كانت صغيره دلوقتي مشاريعهم بقت كبيره ومحترمه، مش قادر اقول لحضرتك دلوقتي بقوا عاملين ازاي، لان اتعلموا من سياده الرئيس على تعليماته الجميله اللي فعلا فعلا نزل طلع من الناس دي بالعدم للانتاج، كلهم بقت اسر منتجه واسر بتدي، ما بقتش اسر بتاخد، ما بقوش مستنيين حاجه ياخدوها فعلا، يعني بياخدوا الصناره ما بياخدوش السمكه، وهم جايين يوصلوا رساله شكر النهارده للسيد الرئيس السيسي عبر الاعلام. شكرا سياده الرئيس، شكرا سياده الرئيس ان احنا نهضنا بالاسر الجميله دي اللي حضرتك ليك الفضل الكبير في انهم ينهضوا ويطلعوا من العدم للانتاج. شكرا سياده الرئيس. متجوزه ومعايا دبلوم فني والاعباء زادت عليا، سمعت كلام الرئيس السيسي واتجهت ليه، اتجهت للقرض عملته من جامعه نورمان، وعملت بيه مشروع مطعم اكل عشان انا معايا عيال ومش عارفه اصرف عليهم، فاتجهت للقرض وعملت بيه، وان شاء الله هكبر مشروعي الاكبر. احنا جايين تحت مظله التحالف الوطني للريس المشاريع، وجايين للسيدات نتفرج على المؤتمر بتاع سياده الريس اللي عمل نهضه في الريف، خلى السيدات بقت اصحاب مشاريع. السيدات اللي انتم شايفينهم كلهم دول بقوا اصحاب مشاريع، ساعدوا مع ازواجهم في بينموا المشروع بتاعهم بتاع البيت، تحولوا من سيدات عال على المجتمع لسيدات عاملات دلوقتي بينتجوا، في عندهم مشاريع وعندهم بيربوا طيور ويربوا الدنيا والفلوس مشيت معاهم، وخدوا قروض حسنه بترد بحاجات بسيطه جدا، وكويسين وشغالين، يعني تنميه كويسه، وكل ده انا جاي اتفرج على مؤتمر بتاع سياده الرئيس بتاع التحالف الوطني. اتجوزت معايا 3 اطفال، عملت قرض صغير من ساعه الرئيس فتح السيسي قال بقيت بعمل قروضات واعمل حاجات مشروع، فضلت ادور على شغل ما لقيتش، طول ما انا معايا 3 اطفال قالوا لك انت معاك اطفال ما ينفعش تشتغل، قدمت على قرض الله يخليك لنا سعاده الرئيس، قدمت على القرض جابوا لي القرض لحد البيت وصوروني، ورحت فتحت مشروع بيه، فتحت بقى اللي بقيت بوكلني ووكل ولادي، والحمد لله جوزي الثاني بقى بيشتغل في الغيط، والحمد لله يا رب يدينا نقف على رجلينا من اول وجديد لما القرض الصغير ده جالنا، وفتحت بقى اللي معايا 3 اطفال ولدين وبنت بس صغيرين لسه ما اتعلموا، بس ما كناش لاقيين نقف، لما فتحت المشروع والقرض جالي الحمد لله يا رب، بقيت يا دوبك ان انا بقيت وقفت على رجلينا وجوزي والحمد لله يا رب. مش لاقية شغل وكده، متخرجة من دبلوم تجارة، وعملت مشروع، اتجهت للرئيس السيسي وعملت مشروع، عملت كارد وكبرت المشروع، عملت مشروع ملابس، كبرت مشروعي و...